من النادي الاهلي نروح بقى لنادي الزمالك اللي نجح امبارح نادي الزمالك ان هو يتخطى يعني مشاكل البدايات اللي بتحصل دايما، وقدر الزمالك يفوز على البنك الاهلي ب3 أهداف مقابل هدفين في مواجهه كانت صعبه جدا على نادي الزمالك. حصل في اللقاء ده 3 ركلات جزاء، وزي ما احنا شايفين الاهداف يمكن امتع حاجه في اللقاء كله هو الجون ده، الجمله اللي اتعملت من نادي الزمالك، عبد الله السعيد وناصر ماهر سجلوا هدف رائع، ثم ركله جزاء للنادي البنك الاهلي قدر يعادل اللقاء ويكون نتيجه 1-1، ثم بعض التبديلات لنادي الزمالك لتنشيط الجبهه الهجوميه، وقدر نادي الزمالك يعود سريعا ويسجل الهدف الثاني، صناعه ناصر ماهر وتسجيل ناصر منسي، بعدها سريعا يعود مرة تانية البنك الأهلي ويسجل من ركلة الجزاء الهدف الثاني لتصبح نتيجة 2-2، بعد كده نادي الزمالك بيحصل على ركلة جزاء أيضا كان فيها عليها بعض الاختلاف وبعض وجهات النظر، وأيضا كابتن ياسر عبد الرؤوف محللنا ومحلل أون تايم سبورتس التحكيمي وخبرنا التحكيمي قال إن الكورة ما تحسبش ركلة جزاء اللي اتحسبت للزمالك في الثواني الأخيرة، ولكن قدر يسجل منها نادي الزمالك وانتهى اللقاء بفوز نادي الزمالك 3-2. قرر الجهاز الفني نادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز على البنك الأهلي، من المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا يوم الأحد استعدادا للقاء سموحة يوم الجمعة القادم. لقاء سموحة هيكون من اللقاءات الصعبة، سموحة من الفرق اللي بتعرف تلعب كورة على الفرق الكبيرة، كابتن أحمد سامي من المدربين اللي بيمتلك خبرات كبيرة جدا وبيمتلك لعيبة قوية، هو عارف كمان مفاتيح لعب اللعيبة بتاعه، بيعرف ازاي يحركهم في الملعب وفي استقرار وانسجام، فأكيد اللقاء هيكون صعب على الفرقتين. على صعيد اللاعبين المصابين، دكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك قال إن زيزو تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة البنك الأهلي، وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن زيزو هيكون في إشاعة لليوم علشان يعرف حجم الإصابة والوقت اللي هيحدده، هل سواء اللاعب هيشارك ولا هياخد فترة كبيرة عشان يكون في تعافي، هيكون محتاج برنامج تأهيل كبير ولا لا. دكتور محمد أسامة كمان قال إن ناصر ماهر يعاني من ألم في العضلة الضمة وهيخضع أيضا لفحوصات طبية اليوم علشان يطمن على اللاعب. أما محمد حمدي تعرض لإصابة في الركبة وهيخضع لإشاعة خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة. 3 إصابات صعبين جدا لنادي الزمالك، حمدي ثم ناصر ماهر ثم زيزو، 3 لاعبين مهمين مفاتيح لعب النادي الزمالك وأكيد عناصر تخوف، يعني جوزيه جوميز قاعد الآن على الـ3 لعيبة ومتهيألي كمان أكتر ناصر ماهر وزيزو. حمدي شارك مع الزمالك ولعيب مهم جدا، لكن لسه ما بقاش مؤثر قوي مع كتيبة نادي الزمالك الهجومية أو الدفاعية، لكن ناصر ماهر لعيب مهم في وسط نادي الزمالك، كمان زيزو هنتكلم عليه، الناس كلها عارفة زيزو مهم قد إيه داخل نادي الزمالك في الشق الهجومي، فنتمنى السلامة لكل اللاعبين.